Voilà l'arrivée de la délégation de Jomena, le président du comité du Hajj, le général Idriss Dekoni Adeker, et la délégation qui l'accompagne. Ils sont arrivés à la campagne du vice-consul Ismaïl Ibrahim Moura. Ils sont arrivés à Jeddah, Saint-Sauf, et les voici entrés au consulat général du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. وصول رئيس الحج رئيس بعثة الحج الجنرال إدريس دكوني ألبير الدكير والوفد المرافق له ونائب القنصل العام والسلك الدبلوماسي. L'arrivée de son excellence le général Idriss Dekoni Adeker, le président du comité de Hajj en Arabie, son arrivée en Arabie Saoudite, le voici accueilli par le vice-consul général Ismaïl Ibrahim Moura et par le corps diplomatique. Soyez la bienvenue. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضرفهم وأفئدتهم هوى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الله العظيم. Excellence, Monsieur le Général Idriss Déconé à Dakar et la délégation qui vous accompagne, d'une manière très brève, soyez tous la bienvenue. Et le programme sera très court. Donc nous donnons le mot de remercier le mot à Son Excellence Monsieur le Vice-Consul et puis vous entamez au programme. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سعادة الجنرال إدريس دوكوني الدقير رئيس بعثة الحرب لجمهورية تشاد سعادة المستشار عمر الدومة نائب رئيس البعثة الحج سعادة الجنرال حسن وردقو مستشار رئيس الجمهورية سعادة أعضاء السلك الدبلوماسي بالقنصلية العام لجمهورية تشاد بجدة سادة أعضاء المكتب الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بالمملكة وعلى رأسها إبراهيم محمد موسى سادة أعضاء المكتب الجالي وعلى رأسها حسين عيسى سادة أعضاء التجمع الريادي وعلى رأسها محمد هارون سادة ممثلي السلاطين شيوخ القبائل بالمملكة سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمي وباسم القنصليه العامه لجمهوريه تشاد بجده ترحب سعاده الجنرال ادريس دوكوني الدقير والوفد المرافق له بتشرفهم لحضور هذا اللقاء المميز مع ابناء الجاليه التشاديه بالمملكه العربيه السعوديه واتقدم بالشكر الجزيل والتقدير على هذه البادره تعتبر اول من نوعها لرئيس بعثه حج أن يدعو مكونات شرائح الجالية للتشاور بأمور الحج وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عمق التخطيط الذي يتميز به هذا الرجل واهتمامه البالغ لإنجاح موسم هذا العام بالإضافة إلى استفادته من أخطاء التي ارتكبت في السنوات الماضية أيها الإخوة الحضور لا يخفى علينا جميعا بأن مهام تنظيم الحج من أصعب المهام ويتطلب منا الكثير من الجهد والتضحية لذا يجب علينا جميعا التكاتف لقيادة سفينة بعثتنا الحج لبر العمان أسأل الله عز وجل التوفيق والنجاح لا نريد أن نطيل الحديث نترك الفرصة لرئيس البعثة والوفد المرافق له
لكي يقدمه لنا الرسالة الذي يحملونه. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Consul Général Adjoint. Et maintenant, nous passons le micro à Son Excellence, le Général Idriss Dokoni du Caire. Monsieur le Vice-Consul de la République du Tchad, Monsieur les membres du Consulat, Monsieur le Secrétaire Général du MPS, Monsieur le Président du Comité Olympique, Monsieur le chef des colonies des Tchadiens vivant en Arabie Saoudite, les imams, chers amis, salam alaikum. نتكلم بكلام عربي كلام عربي انا ما عادي لكن نجرب نتكلم بكلام عربي. قبل كل شيء ندور نبرزنتي لكم ناس الجو معي في هذا الميشن ده. عندكم المستشار خاص لرئيس الجمهورية أدم هو فيس بريزيدان أنا كوميتي أنا حاج 2018 جنرال حسن هو ممبر دي كوميتي أني نجينا هنا في عربي سعودي عشان نشوفوا كيف حاج 2018 يكون نجاح وجينا ميشن دي بريكورسيون معنا جينا نشوفو عشان لو كان هما اثنين دول تعرفهم قبل كده اشتغلوا في اللجنة انا اول مرة نجي وقلت نجي نشوف كيف صعوباتنا الحج زي ما تعرفو كل سنة تشادين البجو في مملكة عندهم صعوبات وكتشلنا الخدمة في جامعنا ناس حجوا لنا كلام كتير الكلام الحج فوق واحدين بخص ناس العايشين هنا في مملكة العربية السعودية والحجاج زي ما أنتم تعرفوا هم ضيوف الرحمن ما ضيف أنا نادو الضيف أنا الله ده عنده حق وتعرفوا حجاجنا لما يجوا هنا أنتم كلكم تشاهدين ظروفاتنا حجاج تشاهدين هناك قبل ما زول بيجي في حج ببيع بقر حقة ببيع جمل حقة ناس تقول له استتاح ما يصدق عشان يقول من الخمسة الأوقات ولازم هو بيسوي معنا إيكونومي حقة كل كي مدة سنين يجمع عشان بيجي ده يمرق فرد ده يمرق من راس لكن زي ما تعرفوا كل سنة فيها شكوى ولا في السكن ولا في الرهلات بجوا مؤخرين بقبل برجوا مؤخرين ولا هنا في ميناء ولا في مدينة ولا في مكة وقت كي سبحان الله أنا ما هدرت حجاج تشادين كجو صحة وسلام ناس كلهم مبسوطين كرجعوا كي ما في عشان هنا كلنا هذا هنا كلنا مسؤولين منا اليوم ما جينا هنا نقولوا أكيب الفات قدامنا ما سوا كويس أنا نسوا كويس لا ما يجي ندور نشوفه على أساس ما لا ماس ده ما يقدر يلقون نتيجة ده عشان ده في برنامجنا قلنا لازم انتوا القاعدين هنا عندكم أفكار انت كزول مشيت بكان ناس ده تسأل للناس كيف هم قاعدين انتوا قاعدين هنا كلكم أنكون أول ما دوسوك فوق ما أدري نادم كما عندك خبرة شيء أنا الحاج كما في بعد منكم عندهم سنين هنا 10 سنين 30 20 عايشين في المملكة العربية السعودية شغل العديل كله تعرفوا الماء عديل كله تعرفوا عشان ده قلنا حاج الحسن دور نسو 2018 ده يكون بنتيجة صحية إلا بقدركم إلا أنتوا القاعدين هنا ده كان ما ساعدتونا ما نقدر نسو حاج عديل دائما يبقى نفس الشيء عشان ده يا أخواني يا أبهاتي جينا عشان لازم أنتوا صحيح شادين القاعدين هنا ده ما أنتوا هيتكم ناس قريب 50,000 60,000 عايشين في مملكة العربية السعودية لكن انتو ناديناكم هنا ده انتو المسائل للناس الحسة قاعدين في العربية السعودية عشان ده ندورو مساج الحسة قاعد تلقوه هنا ده اي ما واحد عليه قدرته ببلغ قدام واللجنة الحسة ده هابا كونوها دي نوريكو قدام الله ما دايرين نفتش اي مسألة الله ما بديسة مسألة هنا الحجاج في جسمنا دايفوكس اسوا تريكلر
شكرا. ما جينا عشان نسوي مال في راسنا حجاج، الله بسألنا ما ندور، الله ما بيدس في جسمنا. ندور نخدم الحجاج، ما ندور نخدم نفسنا. عشان ده عايزين منكم هنا، ده نقدر نسوي إلا بترككم، إلا كان أنتم كل عندكم نية صافي زي ده نقدر نسوي، لكن في ناس كتير في مملكة ما عندهم نية صافي زي كده. هم ذاته بنعرفوا. عشان ده خليه يرجعوا لله. نسألوا الله شغل الأول بهالو مر لمدة الله يسامي عليهم. بعد اليوم ما نخلو نادم يندس بيناتنا وبين قواماتنا حج عشان بيصير فوق بنفيس الله بسألنا ما بيجي. عشان ده ندور انتوا القاعدين هنا كلكم تساعدونا بالسليم بالله. عشان حج 2018 ده ناس اللي يجوا ده ياتومن. انتوا القاعدين هنا بس ابهاتكم امهاتكم اماماتكم ناسكم انتوا حلالكم. انت نار ما حلالك انت تاكل وتسوي تعبان ما يجي. عشان ده لازم انتوا القاعدين هنا تبقوا لنا بورت بارول. أنينا كل بلاكم ما نقدر نسوي حاجة. نادم اللي عنده أفكار هنا العلماء القايدين، أون فالي زيتيليزي. السواق، أون فالي تيليزي. اللي عنده أفكار آخر، أون فالي تيليزي، ما نانتو حق حق. حق التاب، حق القاي، يا خادم فوق هذا. عندنا أون أي أن بيدجي. أون فا بريفوار سي بيدجي، شاكين فا براندر سون بيدجي كوم يسو دوا. مي مان لو موسو حق هنا الحجاج. عشان كان دخلنا في هاك انا الحجاج المشكله يكون كيف الحاج السنه عرفتوا 2,000,020 هل ابهاتنا امهاتنا قاعدين هناك ده يلقوا 2,020,000 مال ظروف الحصه قاعد مال ثمن على البترول يقول نزل حتى في السعوديه جابوا له 5% دراهم العالم كله اليوم تعبان عشان ده نحن ندور نخففوا ميزانيه على الحاج بإذن الله. ورئيس الجمهورية أنتانا إنستركسيون فيرم. فيرم. حاجة السنة نزلوا الأسعار. كيف نقدر نزل الأسعار لما هنا نسرقوا؟ ما يجي. كيف نقدر نزل الأسعار لما البيت نلقوه ب 500 أنا نسوي 1000؟ ما بيجي. كيف نقدر نزل الأسعار لو كان الرحلة الطيارة نأجره ب 1000 ونقول ب 1200؟ ما بيجي. هذا كل الاشياء هذا الدقاق دقاق نوري يزيد في الثمن على الحج. عشان ده على فضولكم ان هنا جاهزين لاي كونساي يا تو كل كونساي حق نشلو لكن خليه يكون كونساي هنا العافي ما يكون كونساي هنا السرقه ولا كونساي هنا اللبدين ده ما نشلو. عشان ده قلنا احسن نكلم معكم ندوكم بوينت دي في حقنا ما هنا شنو على اننا نشوفوا في حاجه انا 2018 ده وكلنا سوا حسب زي ما قلت ميشن دي بروسبكسيون انتوا كلكم هنا قاعدين ده تنعرفوا نفسكم نادم كيف اليوم في السعوديه انتوا القاعدين ده الاديل كله تعرفوا الما اديل كله تعرفوا ما تكونسينا ناس الما اديلين دول نادم كان بيدور بيجيب كونسي ده خلي دابور يشوف الله عشان خدمة النادم ده قاعد تودي بسيدة خدمة هنا حجاج والناس تعبانين البلد اليوم تعبان بل تعب ده كان النادم قاعد بس يمرق قرص يجي حج ده عشان القرآن ديو والحج كان صادق ربه وجاهن التيب أن كن بعد من الناس يقول شنو كجاباني في بكان ده كل ما زم بلبكوا النادم قاعد يجي حج ويقول بكان ده كشنو كجاباني عشان تقولها انت كان نادم يصير ده تقول شنو البشت انا كجيت في مكان ده كان جيت سويت حاجه هناك بهالو ولا شنو؟ كان بهالو ده ترحم ربك كان جيت تيب ده تقول شغل واجبانين ولا نسيب واجبانين ده كل الذنوب بيشيل ياتو انين يعني شلو عشان ده بفضلكم ده الميسيون حقنا انا جينا فوقه ولازم الحاجه التعدين ورودة يخصنا علينا كلنا ما بس لجنة خطو اللجنة هو كوي كم 14 نفر بس وكونسيل التكنيك زيت ده 30 نفر يجي 44 نفر التشاهدين هم قريب 13 مليون فوق كان شلت 70% 75% المسلمين كله كان الحج بخصوصه عشان ده اي ما واحد خليه يفهم لان
حج 2018 ده الاثار ندور نزلو عشان انا كم ما ينفوق شغل كان ندور نشلو انينا كما في كان انينا ما نشلو كان انينا ذات ما بيجينا سمسرة الاثار ينزل لكن ما دايرين الله كما بدسن نسوت بري على الريال نورمال كان تدور انتو كلكم قايدين شاهدين كي في القران كان شو القران والسنه وكاد انا ريال افوت عشان ده خلي اي ما واحد من هسه يدس في راسه شيء انينا نشلم علينا ما نسرق كنت تسرقوا نار ما بدور قرص كيفوا لكن قرص ده نخافه قرص هسه ده نشلو ده انينا خايفين عشان افوكا هنام الله كان اول قرص انا نادم ده نشلو لكن نادم هسه قرص ندور نشلو ده افوكا قبلهن كبير ولا شنو قرص انا افوكا انا نازل ده ما نشلو عشان ده ان شاء الله الوقت كله أثر أذان جاي أذن قلنا نينا جايزين في أي وقت هسا كان عافي كنمشو والكونسول كله نبارك فيه ما قصر جو فريمون تي ريميرسي بور كو فريمون بور افوار راسامبلي تو سو موند ميرسي بوكو اون فا غاردي فريمون لو كونتاكت فوالا انتوا الباقيين زي ما قلنا الحاج ما قبيله الحاج ما عنصريه عشان خدمه على الله اي نادم تشاد قاعد هنا اهلا واي جاي من مك... ما جاي من تشاد سي هيك اللي كونسيرني كل موند كونسيرني باسكو الناس اللي جدا تشادين في البوجو في 4000 السنه قلنا عشان الميزانيه قلنا نجيبوا 4000 تشادين شغل لو بده لكم كما في هسه شفنا وزاره الحج شفنا كل نفس الهسه مساج قال نوروك لو انتم ده ورنام لهم حتى الناس اللي نيجوسي مام ناس تنين ترى شفنا قلنا نفس الكلام ما ندور شيء داخل جلي برا تموي شيء كان ندور ما في الله يرزقنا في مكان آخر ما في مكان ده عشان ده انتو كل قوموا بتلكو قدر نمشي نجو ده السنة الحج زي ما تعرفوا عربية سعودية ده حاجات جداد فوق يقول مسائل إلكترونية مسائل شنو دول ده كله كي بدور وقت عشان ده جينا بدري هسه كله كان ماشينا ان شاء الله في شهر 2 نرجع ندور نسو لان حجاجنا السنه بجو زي الناس مسترمين بنزلوا بكان الناس دوروا كان صحيح الثمن كان نقزنا حاجات كتير ينقص شويه لكن نسو الثمن كله اون لير كري دي كونديسيون دي بون كونديسيون تنين كلنا لمساوا عشان ده اوامر هنا الرئيس كان ما اوامر هنا الرئيس ده انا اسكر شنو بيجيبني في راس انا حج علماء كله قايدين ناس طوال مني كله قايدين ولا شنو ما جاباني عشان كده عشان ده جو بانس كهسا علينا الجينه ده عشان يتسالونا انه خطو اوردر وانا اساكر كمان ما نفوت الاوامر نتطبق الاوامر نينا في نخشنا مع الناس قلنا المشاكل السهي جينا عشان نشوفه شنو اللي يعمل مشاكل في الحج سي نورمال درسنا بعد من الاشياء من المشاكل الكبير الناس بيقولونا ناس ما حجاج ينفلتر في الحجاج حرام سبحان الله انت نادم ما حج الحجاج اللي بيجوا من تشاد هم قاعدين يوروهم 4000 فقط ال 4000 كل شيء الهني بخدمهم ده خدمات انا 4000 شخص كان زيدنا فوق ال 500 ولا 1000 ده يلقوا نفس المجالاوه ما بلغو ناس كتير قاعد بيسوا انفلتراسيون ناس انتوا كلو تعرفوا قاعدين في هنا ناس بيشيلوا قرص من ناس من مدينه بيدسوا في باص الباصات اللي يمشوا في عرفه في منى قبال ما حجاج يمشوا من مكه ينزلوا في باش انا التشادين الباش يلقوا مليان ناس جايين من وين ما كومبليسيتي انا ناس قاعدين هنا بس من فضلكم ناس دول ده انقر منهم الله بسأل منكم ما تقدر تسوي حاج بسرقة حاج الله قال لي كان عندك استطاعة تسوي لكن ما تقدر تندس في الحاج ما حجاج هم دفعوا فلوس وتأثرهم حسنين نشولوا حاجات زي ما تلا زي شنو انت قريب 500 ناس قبال ما حجاج قال عندهم حاج دفعوا يجو انت ديجا تيجي تقعد في مكان الحجاج هو بيسيك كيف الاكل نفس الشيء
أين نكوماندي أكلنا 4000 وكان عندنا 5000 ده ناس ما يجوا عشان ده من فضلكم. شيء ده مهم جدا نادم ده عندنا أوامر نوريكم صحيح نادم أبو ياتو كان شفنا انفلتر في حجاج ولا جاي سي ترتيب مال حجاج شغل بدهرنا نسافروا تشات كما في شغل بدهرنا كما في C'est clair, monsieur le consul. Vous prenez aussi toute votre responsabilité. Gulna shogol ke igulu autorisation fi hach min hin nari miem shi makada so wena nihayen mafi. On a déjà fait une réunion avec le truc. Nas al kan al yahadmu lel lel lejina al hach. On va leur donner une autorisation. Seul le président du comité a autorité pour donner ces autorisations avec le consul. Nari ma akharin da droit ke mafi. On ne joue vous. كان سوينا دا كله حجاجنا مرة هودا دا شغل نصيب كان دا سوينا الله بساعدنا إن شاء الله. السلام عليكم. اسكيك شغل الكلامنا كل شغل كان أواج في دا ساموني كان شغل نادم إن دا أنكون جدور بفهم دا أصالونا نوروك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر سعادة نائب القنصل العام ونشكر أمير الحج ونشكر أعضاء البعثة المرافقين له ونشكر أعضاء الحركة الوطنية للإنقاذ وأشكر أيضا أبهاتي شيوخ القبائل وممثلي السلاطين. يعني الحمد لله أن احنا كنا بننتظر من سنين إنه ربنا يوفق رئيس الجمهورية يختار لنا أمير الحج راجل شاب فاهم يعرف الأمور وهذا الشيء الحمد لله إنه وصل. أنا هنا الجنرال إدريس جوكوني كشباب بنعرفه يتعامل معنا في مجال الكورة راجل واضح راجل صريح والحمد لله اليوم الراجل المناسب في مكان المناسب. إحنا ما نقول الكلام ده قدامه وإنتوا هتشوفوه الراجل في كلامه كلام صريح ونزل المسؤولية علينا. نحن أنا بصفتي رئيس للجالية وإنتوا بصفتكم أبهاتنا مسؤولين حقة الشيوخ والقبائل إنتوا للمسؤولين المسؤولية رجع وقع في رأسنا في أعتقنا نحن ده مسؤولية أمام الله مسؤولية أمام الدولة ومسؤولية أمام حجاجنا وسمعة شات. الموضوع ده ثلاثة أسئل وسألت أي واحد في مكة كان قلت أي دولة هم يقارنوا الدولة بحجاجه بتنظيمه بناسه الأساس إنه الإنسان يلقى يعني احترام في المملكة الناس بيشوفوا حجاجه. لازم أن إحنا نأخذ الكلام ده بالجد ولازم نعمل ليل ونهار نساعد الراجل ده الأساس إنه ما في واحد فينا ما عنده أهله جاي من تشاد. الهجة ما جاي الناس أجانب الهجة جاي الناس من تشاد وأهلنا أن إحنا ومسؤوليتنا أن إحنا كلنا خلينا نكون يد واحد. الملاحظات اللي هو قالها ده ملاحظات كلام حقيقة وموجود وفي ملاحظات كمان تانية خلينا كلنا يد بيد نساعد الأمير الحج والبعثة حقته عشان الحج ينجح. نجاح الحج نجاحنا كلنا يا جماعة يعني احنا كلنا زعلانين ما في زول ما زعلان في السنين الفاتت من بداية الحج من آلاف السنين ما في أمير الحج ولا قبل الحج ولا أثناء تنظيم الحج ولا بعد الحج ما جاء قال لنا يا جماعة إيش رأيكم ساعدوني نشتغل وننجح إلا ده أول مرة. فده شرف كبير بالنسبة لنا أن إحنا كجالية مقيمة في المملكة العربية السعودية وشرف كبير بالنسبة له هو إنه الله أداه مسؤولية وهو قال الله يرزقني محل تاني وأن إحنا كمان كجالية هنا في المملكة العربية السعودية الله يرزقنا محل تاني والله يقوينا وإحنا نساعدك ونقف ليل ونهار معك عشان الحج ينجح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا السلام عليكم إخواني. طبعا السلام بالجملة. ضيفنا الكريم اليوم جاء حدد المرض. المرض اللي حدده ده معناته دار العلاج ونحن جاهزين ان شاء الله. فعلا 2018 دارين الخلق هنا الحجاج وبعثة الحج وحجاجنا التشاديين يجون هنا ويرجعوا غانمين وراسهم فوق وما يكون عندهم اي ظلمه. ده باذن الله. وده ما بس كلام اللي انقال اليوم على اساس انه بس كلامه يمشي
ودار الفعل. الفعل صعب، لأنه بيقول الشيء ده لو من فرد لفرد ممكن، لكن الشيء جاي لله وإنت تطمع فوق في القرش ده معناته جهنم. إذا نحن جاهزين. الجنرال وهو جاء بصلاحين، استخدم المدنية واستخدم عسكرية، وأنا هنا العسكرية كلها معك، كلها معك في كل الحالات. حقيقة أنتم كلكم القاعدين نطلب منكم ترفعوا آيات الدعوة للمرحوم الدكتور رئيس المجلس الأعلى الدكتور حسين حسن، شيلوا الفاتحة الله يرحمه. الله يرحمه. شكرا سعادة النائب القنصل، قدم لنا الدعوة. نحن اليوم جينا حضرنا مبسوطين جدا لأول مرة بكون في مكاشفة كمسؤول، ويجينا بمسؤوليته. مسؤوليته ما جات من وهم، جات من فخامة الرئيس إدريس ديبي تنو، وممكن من مكان البسكينة دي يطبع ويسوي، لكن قال أنا ما نبدأ إلا بكم. هذا لنا شرف، ونحن جاهزين في أي وقت. باب المشورة مفتوح، ونحن ما نبخل وما نكون خاينين. إن شاء الله نكون خطنا سليم ونخدم وطننا ونخدم حجاجنا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نشكر سعادة نائب القنصل ونشكر أمير الحج على هذا اللقاء. باسم ممثلي الشيوخ والسلاطين بالمملكة العربية السعودية، نشكركم ونشكر حكومتنا ونشكر شعبنا جميعا. أود أن أقف بعض النقاط على بعض النقاط التي ذكرها أمير الحج. أولا، نقول الحمد لله، هذه النية السليمة سيوفقكم الله عز وجل متى ما أخلصتم النية وتوجهتم هذا التوجه. لكن دعنا نقول لك أن التحدي أمامك كبير جدا، ليس بهذه السهولة، يحتاج منكم العمل الدؤوب والمخطط بشكل جيد لتلافي كل العيوب التي قد سبقت. ما أشرت إليه في أنكم اطلعتم على تجارب من سبقكم لتلافيها، في حد ذاته يطمننا كثيرا كشيوخ وممثلين لشعبنا في المملكة العربية السعودية أن هذا هو بداية الاتجاه نحو الطريق السليم. الإداريون يقولون أولا لكي تنجح لا بد أن تحدد المشكلة، فإذا ما حددت المشكلة ووضعت الخطط السليمة، خطة ألف خطة باء وكذا، فإنك تستطيع أن تتلافى كل الأخطاء التي سبقت لتتجاوزها. لا أريد أن أطيل، ولكن كما أسلفت نسأل الله عز وجل أن يوفقكم لخدمة حجاج بلدكم، ولي أن تنالوا الثقة التي منحكم إياها رئيس الجمهورية، وأن تكون كلمة التشاديين الحجاج إلى بيت الله عز وجل دعاء وثناء لكم بالتوفيق، وبالتوفيق لدولتهم ولرئيسهم. حفظ الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أرحب بالجنرال إدريس دوكني الدكير والوفد المرافق له، وأيضا أشكر سعادة نائب القنصل العام إسماعيل إبراهيم مرة على الدعوة الخاصة التي قدمها لي لحضور هذا الاجتماع. يا إخوان، أنا بقول لكم مبروك، مبروكين تب، لأنه الحج نجح بإذن الله سبحانه وتعالى. نجح. ليش أقول نجح؟ لأنه النجاح هذا مرتبط بالجنرال إدريس دوكني، هو المسؤول الأول كأمير للحج. فهو يا أخوانا رجل طيب جدا، وفي الحقيقة إنسان صارم جدا جدا للناس اللي ما يعرفوه، ما بيجامل حتى لو كان أخوه في العمل، ما بيجامله. وإحنا كان لنا الشرف
انه اشتغلنا تحت ادارته في مجال الرياضه، لذلك بنعرفه كويس جدا، رجل اداري من الطراز الاول، رجل نقي ونزيه من الدرجه الاولى. حقيقه اشكر فخامه رئيس الجمهوريه ادريس ديبي اتنو انه اختار الجنرال ادريس دوكنيه الدكير امير للحج لهذا العام. معنى هذا انه كل متاعب الحجاج التشادين انتهت، ونقول ان شاء الله انتهت للابد، لانه الرجل نزيه واعلن امام الجميع انه هو لا يرجو من هذا المسؤوليه ولا فلس. ما في احد من امراء الحج في السنوات اللي مضت انه اعلن انه هو بيشتغل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ثم لاجل البلد، ثم تنفيذ توصيه فخامه رئيس الجمهوريه، ثم ارضاء الحجاج والمواطنين في المملكه العربيه السعوديه. إذن طرح او اشار بنقطه، يمكن النقطه هذه كلنا كده اخذناها على 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 على, على السريع كده، فبيقول انه هو جاته معلومات كثيره جدا، ومن ضمن هذه المعلومات هنالك ما يخص الجاليه في المملكه العربيه السعوديه. هذا الكلام معناه يا جماعه الخير انه العيب الكبير فينا نحن، العيب الكبير فينا نحن، والمخالفات الكثيره فينا احنا. لذلك نطلب من الجميع انه اي شخص يعمل لاجل مصلحه الحاجة التشادي فقط، وشكرا جزيلا. نندا نندا تنفتا امارك رنجكا ان رئيسا بيزا ارني امانه ترنك جنت اريفين دناي يغير اندانو كاجرا ادلما هون لاما دان دناي تنا كاجرا ادما لاوتيغي مستحيل ترجم بلا واحد كان دور ترجم ترجم لو اعرفوا يا جماعه المسؤوليه دي صعبه، اثر مليان المسؤوليه، كان زي قاعد شخصي وقع في البير ودار يمد نفسه، ده ممكن يمسك فيه شعر نسيبته قاعد بدي اعمل تندا انو انا ارني تندا علي فاكولين بيقول الراجل ده جاء وقدم الدعوه وطلبنا نحن كممثلين الصحفيين والبيوت علي فاكولين دو علي فاني نتابع علي فابودا تابع بيقول الممثلين ده يا توما عندهم مرجعيه، المرجعيه جايه من البلد، كل واحد يمثل شريحه في المجتمع. انا عمل وظيفه سنه فان كوارن كل توسن هذا الشخص الامام ده كان جينا سردنا له وظائف ده كان كثيره ما بتنعد مرجل دار نجاس بقولوا نجاس وقال كان كنا الشيخ قبيله كلها جاي وظيفه الله بزيارك وظائف ده قال الا ربنا يعلم تندى امانه تعالى نك جنو امانه تندرجي ها بيقول الامانه العلاقه في رقبتنا دي ان شاء الله هي نفتا قال اسمه هي اسمه شو قبالة ترى بيقول شيوخ القبائل مدينه الاما بصر انجني بي شو قبالة تروني اما بصر زوتك بصر اما حجاج شكرا وين بي بيقول بالنسبة هسه في بعض كلامه كلامه ده بيقول اسمع زين عن احنا كشيوخ قبائل بلكن ما سمعنا بكون في خبر يقول ان الشيخ قبيله كهرب الصلبه ومشى في الباص ودخل لي حجاج بالتسلل دفعه. ما كان كيردني اما فوري غانغوغا انت شاك بالا كرين درومي ريني بي. بيقول في فنادق في السلسل وبرضه في فنادق باب حق الحجاج ده قال مين شيوخ القبائل كيف مشى اتسلل ودخل لي ناس مع بي. هي اكشي. بيقول اسمع شيء. هي نوغرا تعرضوا شيء. بيقول الخالد فوقنا. اما ارى. انا دول ده. كاراندرا هرمك سيغا. الناس درسوا عندهم شهادات بالبخت بالوطن ده تندار امانه جندري اقال اكون امانه تندار شريره عاملين لك قدام انا الدوله مسالك نعم القصر بيقول الهسه امامكم ده نايب القنصل ده بيمثل الدوله ونو كادر شي درس استنو بيقول كان في نار هنا تعرفون ده نعم القصر عند شي تنادى فتره بيقول علينا نقول لك انت قصدت نايب القنصل النار دي انت شايفها على البلد انا تريف عمبو هذا انا نعم قصره اما قرا سيلر انجي تشونا
بيقول اذا كان نائب القنصل ذات اذا كان بعمل مدعوبيه مريم موصولنا بيقول هو ما مسؤول يندر جين بيقول ممنوع تياندو. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونشكره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم الحمد لله. أيها الوفد الكريم، سيادة نائب القنصل مع أعضاء السلك الدبلوماسية، إخواني وآبائي، باسمي أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي كلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله، نشكر الله ثم أشكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتينو، ثم أشكر الوفد وفد الحج في هذه العام. هذه كلمات طيبة، كلمات نحن نتمناها من طول السنين. نحن عايشين هنا فوق 30 سنة، مرة ما حصل أمير الحج دور مساعدة من الناس القاعدين في الجد. نعم الحج ناس اللي بيتلفوها نسم من هنا قاعدين، لكن الحمد لله ما دام انتم شلتوا نيه انه هيك ده يؤدي بدربه السليم، الله يساعدكم ان شاء الله. انت على لسانك وجزاك الله الفكر، برعتنا من ذمه الله. اذا كان نحن مشينا بكلامك هذا ما نايت برانا. انا اديكم لفظ على اساس يدل انه هنا في لعب كبيره في الحجاج. هذا الجنرال إدريس دوكوني هو سلطاني أنا من 30 أنا أمثله من أنا، هذا سلطاني. كلمة هذا يشرفني ويشرف القبيلة. نحن ما نريد يا سيد الجنرال سلطان إدريس، ما نريد أنه تربى من الحج، جزاك الله ألف خير. أنا لي فترة مما أنت جيت داير حتى لو بكبرتك، أنا جالس هنا 30 سنة ده ما لعب، داير عشان نحصلك بس نقول لك يا سيادة السلطان يا جنرال الناس تربع في الحج أي سنة. أرجوك كلي بالك في الشيء ده، وللآن تشيد هيلك شديد اتناسك مع القنصلية يوروك يا تو السليم يا تو ناس اللي عندهم نية، لأنه جوني ناس أنا واضح تعرفوني كلكم. مما أنت وصلت في ناس يقول ما شاء الله السنة ده سنتكم، معناتها كلمة ده شنو؟ فسر لي كلمة ده وانت على مستوى. وجزاك الله ألف خير، إنه ربنا يوفقكم مع الناس اللي معاك. وأشكركم ثم أشكر نائب الكونسل على أساس النية البادرة الطيبة، إن شاء الله ربنا يساعدنا ونحن معاكم وكشيوك القبائل معاكم ثم معكم، وإن شاء الله ربنا يساعدنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.